السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى عطية، والنهاردة هنتكلم حول مزايا وعيوب تخصص الإحصاء داخل كلية التجارة، نظرا لأن الكثير كان بيسألنا حول هذا التخصص. أولا هنتحدث حول المزايا في النقاط التانية. أولا المواد أسهل لمن يحب الرياضة وأقل في الحجم لمن لا يحب الحفظ والكلام النظري. كتير جدا بيجينا كلية التجارة يقولك أنا ما بحبش دش، ما بحبش الكلام الكتير، ما بحبش المعلومات الكلام الكتير، أنا ما بحبش النظري، أنا بحب العمل. هو اصلا يكون خريج من خريجين علم في الثانويه العامه وكان علم رياضه وملحقش هندسه مثلا، وحابب انه يدخل تجاره انجليش او تجاره عرب، وفي نفس الوقت مش حابب المواد العلميه او مش حابب المواد النظريه عفوا، مش حابب انه يكتب كتير جدا، هو حابب فقط مواد علميه، حابب انه رياضه. فدي تخصصات لك ممكن ان حضرتك ان انت تلاقيها وتناسبك تناسبا كبيرا. ثانيا هتلاحظ ان حجم التنافس محدود لعدم وجود اقسام تنافسيه معها، ولذلك هي تعتبر ميزه. هتلاحظوا ان مش هتلاقي كتير جدا عنده في قسم احصاء، هتلاقي ان قسم الاحصاء قليل جدا في حتى الجامعات الاجنبيه او الجامعات الخاصه، دايما قسم الاحصاء موجود في الجامعات الحكوميه او في بعض الجامعات. فهتلاحظوا ان هناك المنافسه اقل من اقسام اداره مثلا او اقسام محاسبه اللي موجوده في العديد من الجامعات، وعدد خريجينها مهول. كذلك ايضا التفضيل للمنتسبين لكليه، هتلاحظوا ان اغلبيه الطلاب بيختاروا تخصص محاسبه، والنسبه الاكبر بيختاروا تخصص اداره، والنسبه الاكبر بيختاروا تخصص الاقتصاد، فالأقل خالص هو تخصص الإحصاء، لذلك في حجم التنافس وحجم الخريجين أقل من حجم التخصصات الأخرى. ثالثا بعض الأشخاص بيستغلوا تخصصهم في الإحصاء في تدريس الإحصاء في الثانوي للطلبة، أو تدريس الرياضيات بعد كده في المراكز التعليمية، يشتغل كمدرس بعد التخرج. فبالنسبة له دي هتكون ألطف شيء إن هو شغال مدرس رياضة مثلا، يقولك أنا خريج أصلا قسم إحصاء ورياضة أو تأمين، فبيكون بالنسبة له ده جزء رئيسي من العمل على الرياضيات في التدريس بعد التخرج اكتر من خريجين محاسبة او خريجين الادارة. رابعا هتلاحظ انه في العديد من الجامعات بيدمجوا قسم الاحصاء مع قسم التأمين، ولذلك تعطي معها ان انت بتاخد تخصصين معا في نفس الوقت، على خلاف لو شخص مثلا بياخد تخصص المحاسبة او تخصص الادارة فبياخد تخصص واحد فقط، اما انت بتاخد تخصصين في نفس. دي من النقاط الايجابية ان حضرتك بيكون عندك نوع من انواع الدمج لتخصصين في وقت واحد. ايضا هنلاحظ من ضمن المميزات ان هناك اتجاه حديث وهو الاهتمام بعلوم البيانات والبيج ديتا والمعلومات الكبيرة وتحليل المعلومات، وده معناه ان عندك اهمية كبيرة ومستقبل كبير، نظرا لانه بيحتاجوا في العديد من الشركات دلوقتي اصبحت بتصنع وبتعمل نوع من انواع الاقسام الاكتوارية فيها الاقسام الاحصائية علشان تحلل البيانات. فبيبقى هناك اتجاه متزايد نحو الاهتمام بخريجين قسم الاحصاء وزيادة اهتمام الشركات. ايضا من ضمن المزايا لهذا التخصص هو انه تخصص جيد للسيدات والفتيات، وعلى عكس المحاسبة اللي بيسيطر فيه الرجال بنسب كبيرة في الشركات، وكتير من الشركات بتفضل ان يكون اقسام المحاسبة بها رجال. فهنلاحظ هنا ان هذا القسم بيضغى عليه عدد كبير من السيدات العلوم الاكتوارية وخلافه، ومن الاقسام اللي مرحب بها جدا في الشركات وجود سيدات بها، ولذلك هو من التخصصات الجيدة للسيدات ويناسبهن اكثر من التخصصات الاخرى اللي بيضغى عليها العامل الذكور. اذا تحدثنا حول المزايا فايضا يجب ان احنا نتحدث حول العيوب، ونلاحظ انه من ضمن العيوب ان المواد الرياضيه صعبه وبتحتاج من يحب الرياضيات. هتلاحظوا ان المواد الرياضيه صعبه وفيها الكثير من الغلطه بجون يعني، فممكن ان انت ما بيكونش حابب الرياضه ولكن في نفس الوقت حابب المميزات الاخرى فتدخلها. لا، نقول لك خلي بالك ان التخصص ده بيحتاج ان انت رياضه فيها ماس كتير، فيها رياضه يعني فيها رياضيات كثيره، فيجب ان حضرتك تنتبه ان هذه التخصص بيكون محتاجين حد بيحب الرياضيات. ايضا هتلاحظ ان من ضمن العيوب ان فرص العمل لهذا التخصص ليست في كل المنظمات، احنا قلنا المستقبل ليها، ولكن في الوقت الحالي ليست كل المنظمات بتحتاج هذا الامر، ولكن طبعا احنا نتوقع على المدى البعيد ده، ولكن ليست الان في كل المنظمات لديها هذا الامر. طبعا المنظمات الدولية والشركات المالتي ناشونال فيها هذا القسم، ولكن ليست في كل المنظمات بتحتاج محلل اكتواري او محلل نظم بيانات وخلافه، ولذلك يجب تراعي هذا الامر جيد. ايضا من ضمن العيوب هتلاحظ انها بتحتاج لقدرة كبيرة ومحترفة على التعامل مع الحاسب الالي والاكسل والبرامج الاحصائية، وتلاحظ ان اغلبية البرامج الاحصائية صعبة الاهتمام ومعقدة وبتحتاج الى تركيز، سواء الساب او الاي فيو او الميني تاب. في طبعا برامج احصائية كثيرة جدا اللي بتعمل الارتباط الشرطي ووجود الانحراف المعياري وخلافه، كل هذه الامور بتحلل البيانات، ولكن هذه البرامج صعبة للغاية ومعقدة وبتحتاج ان الشخص يكون
لديه خبرة فيها وتعامل جيد، ولذلك البعض قد لا يستسيخ فكر ان انا اشتغل على الحاسب الالي ويتعامل مع هذه البرامج الصعبة، ولذلك يجب ان انت تراعي هذا الامر. اذا تحدثنا مرة تانية حول المزايا والعيوب، هنلاحظ هنا ان المزايا ان المواد اسهل لمن يحب الرياضة داخلها من ثانوي تخصص علم رياضة، فبالنسبة له هتكون الطف واقل في المذاكرة والحجم من الاقسام الادارية والمحاسبة. ايضا حجم التنافس محدود لعدم وجود اقسام تنافسية معها، وحجم الخريجين ليها اقل بكثير من المحاسبة والادارة. ثالثا يمكن استغلالها في تدريس الاحصاء للطلبة والرياضيات بعد تخرجك منها، ان انت تشتغل في التدريس للمراحل التعليمية المختلفة. ايضا يتم فيها دمجها مع قسم التأمين في الكثير من الجامعات، انت بتحصل على تخصصين ليس تخصص واحد، وهو تخصص الاحصاء والتأمين بدل من تخصص المحاسبة او الادارة. فايضا من ضمن المزايا وجود اهتمام واتجاه حديث ومتزايد وقوي بالاهتمام بعلوم البيانات وتحليل المعلومات، لان لها مع مستقبل كبير. ايضا هتلاحظوا انه كمان تخصص جيد للسيدات والفتيات على عكس تخصصات زي المحاسبة اللي بيضغى فيها العامل الذكوري. بالنسبة للعيوب هنلاحظ هنا ان المواد الرياضية صعبة وبتحتاج لمن يحب الرياضيات، كذلك هنلاحظ ان فرص العمل لهذا التخصص قليلة، وليس كل منظمة بها محلل اكتواري او محلل نظم وبيانات. ايضا بتحتاج قدرة كبيرة ومحترفة على التعامل مع الحاسب الالي وبرامج الاكسل والبرامج الاحصائية، واغلب البرامج الاحصائية دي بتكون صعبة التعامل ومعقدة تحتاج الى تركيز شديد. بكده نكون انهينا المزايا والعيوب الخاصة بكلية او قسم الاحصاء داخل كلية التجارة، وفي حالة وجود اي استفسارات يشرفنا رد عليا في التعليقات او على الصفحة الرسمية مصطفى عطية. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.